بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترض ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. سلام الله عليكم أخواتي الكريمات. فيديو جديد وقصص جديدة لأناس داوموا على ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية وجنوا ثمرات هذا الذكر. وكما أقول دائما أن هدفي من سرد هذه القصص الحقيقية والواقعية هو أن نشجع بعضنا ونحفز بعضنا للإقبال على الصلاة على النبي بالصيغة الإبراهيمية دون أن ننسى الصيغة العادية. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وحتى نجني نحن كذلك ثمرات هذا الذكر مثل ما جنوه أصحاب هذه القصص. ولا أنسى أن أقول لك كوني سببا في نشر الخير بين الناس، فلا تنسي الضغط على زر الإعجاب بالفيديو وشاركيه مع من تعرفين، علك تكونين سببا في تفريج كربة مؤمن فتأخذين الأجر معي، كذلك الدال على الخير كفاعله. بارك الله فيكم جميعا. تقول صاحبة القصة الأولى: فعلا الصلاة الإبراهيمية معجزة، كنت بهم وغم كبير لمدة 3 سنوات تقريبا، وكل أسباب الدنيا ما ساعدتني، إلى اللي ساعدني هو التوكل على الله ثم الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية، وانحلت مشكلتي بنفس اليوم. سبحان الله. كنت أجلس أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية وأضبط المنبه على مدة 10 دقائق، وبقيت على هذا الحال لمدة أسبوع وانحلت المشكلة. ما شاء الله جاءني عرض وظيفة. والله أن الصلاة الإبراهيمية أثرها قوي سبحان الله بفضل الله في تفريج الهموم. تقول صاحبة القصة الثانية: والله من تجربة، والله على ما أقول شهيد، أن الصلاة على النبي سواء بالصيغة القصيرة أو الإبراهيمية أنها فرج عظيم. خلال 4 أيام الله دبر أمري، بس كونوا على يقين ومو ضروري العدد، والله يحقق لكم كل ما تتمنون. تقول صاحبة القصة الثالثة: وأنا ولله الحمد كنت أعاني من ألم شديد شديد جدا بيدي، ولا أعرف ولا نفع معي شيء. المهم أكثر من 4 أشهر وأنا أصيح من شدة الألم، حتى المهدئات ما تنفع معي. بعد هذه الفترة نويت بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية تقريبا 200 مرة باليوم، يومين واختفى الألم. تقول صاحبة القصة الرابعة: عن تجربة، التزمت بتاج الذكر والصلاة الإبراهيمية وربي حقق حلمي. بعد 5 سنين زوجي حب وحدة وكانوا مع بعض 5 سنين متواصلين، واليوم انخطبت وتمت خطوبتها على شخص ثاني بعدما التزمت طبعا بتاج الذكر والصلاة الإبراهيمية. والله أنه أسبوع بس إلا وانخطبت. تقول صاحبة القصة الخامسة: كنت مسافرة سفر إلى مدينة أخرى بعيدة، ومن وأنا خارجة في السيارة وأنا أصلي على النبي بصيغة الصلاة الإبراهيمية، وفات 3 ساعات وأنا أصلي على النبي. ولما قربنا نوصل وإحنا في طريق وطريق أخرى فيه شاحنة تحمل حصى، تمنشرت دولاب العجلة، والله العظيم والله العظيم في رمشة عين كادت الشاحنة تدخل في السيارة، لكن بفضل الله والصلاة على النبي شعرت فقط ربي حفظنا الحمد لله. تقول صاحبة القصة السادسة: أنا نويت وقررت أن أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية بنية أن يرزق الله بنتي بالحمل، وكان بقى لها 2 سنين متزوجة
وعندها مشاكل تمنع الحمل، وصلت إلى 3000 صلاة على النبي، ونمت صحيت الساعة 4 الفجر على تليفون من بنتي بتعيط وبتقول لي: ماما أنا حامل، أنا لسه عاملة اختبار الحمل. وبقيت مصدومة وقعدت أبكي. تقول صاحبة القصة السابعة: رزقني الله بعمرة مجانية عندما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية بكثرة لمدة 4 أيام بنية أن أعتمر، وليس لدي أي مال نهائيا، الحمد لله. تقول صاحبة القصة الثامنة: أنا اشتغلت في الشركة اللي نفسي فيها وتزوجت وحملت بفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. في النهاية أتمنى أن تكون هذه القصص قد حفزتكم وقد شجعتكم للإقبال على ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالصيغة الإبراهيمية دون أن ننسى الصيغة العادية. كذلك لا تنسي أذكارك الأخرى من التسبيح والتهليل والتحميد لله عز وجل، وكذلك ورد الاستغفار وورد الحوقلة، وكذلك ورد تاج الذكر. كذلك لا ننسى قراءة سورة البقرة لأن فيها بركة، وكذلك لا ننسى قراءة ولو صفحة واحدة من القرآن الكريم يوميا حتى يكون عندنا ختمة. ما بقى لي إلا أن أقول لك: دمتي متألقة وناجحة في حياتك. سلام الله عليكم.